يمكن أن يكون للبيئة تأثير كبير على إدراكنا. لاحظوا هاتين الكرتين على عجلة الروليت، أيهما يتحرك أكثر؟ الكرة الخضراء أم الصفراء؟ هل قلتم الكرة الخضراء؟ هل أنتم موافقون؟ دعونا نتخلص من عجلة الروليت. هل تغيرت إجاباتكم؟ كما ترون، من الواضح أن كلتا الكرتين تتحركان بنفس المقدار بالضبط، نظراً لأن عجلة الروليت كانت تتحرك بالتزامن مع الكرة الصفراء، جعلت عقولنا تعتقد أن الكرة الخضراء كانت تتحرك في مسار دائري أكبر. تعتمد أدمغتنا على البيئة لتقدير المسافة، وهنا ربما راهنت عقولكم على الكرة الخاطئة.